النهارده هنعمل سناك ستيديوم. دلوقتي هنعمل وصفه باجنحه الفراخ. تتبيله فيها الزبادي بتاع جوهين، هنزود عليها فلفل، ملح، وعصير ليمون، وشويه عسل، وبابريكا، والطماطم البيوريه بتاع جوهين. هنزود عليها الزعتر اللي بالسمسم ونقلبهم على بعض، ونروح حاطين عليه الفراخ ونقلبه نقلبه نقلبه، زيت زيتون، ونروح طبخينه في طاسه. يا زيت زيتون عايزين تحطوا زبده براحتكم، وبس كده. اول ما تطبخ نحطها على الجنب ونقدمها. دلوقتي هنعمل حاجه مختلفه شويه. هناخد اللبنه ونحط عليها الساور كريم بتاع جوهينا، ونحط عليها بقدونس، نحط شوية ملح وفلفل، وعصير ليمون، وتوم، وبشر ليمون، ونقلبه ونقلبه، نحط شوية زيت زيتون ونقلبه مرة كمان، وخلاص ده الدب بتاعنا جاهز. هنحط شوية زيت زيتون، وبعدين نروح حاطين بصل أحمر عليه، هيليق على لون السماق، فياريت نستعمل البصل الأحمر. يفضل بقى على نار هادية لغاية ما يدبل، وبعدين نروح حاطين عليه فراخ مسلوقة وسمق كتير، نقلبها لغايه ما كل الفليفرز تخش في بعضها، ونروح رشين رشه زيت زيتون في الاخر كمان، نروح حاطينها على الدب بالساور كريم بتاع جوهينا. هنعمل البطاطس اللي حاشينها بلحمه مفرومه، هنشوح اللحمه المفرومه لغايه ما يبقى لونها ذهبي، وحاطين عليها شويه ملح وفلفل، هنحط عليها البصل، وبعدين هنروح حاطين عليها شويه قرفه وبشره جوز الطيب. والتريك بقى بتاعتنا دي كريمه الطهي بتاع جوهينا. ده مش بنستعمله زي الكريم العادي، احنا بنحطه عشان نزود اللون بتاع اللحمه. نبتدي في العجينه. بطاطس نحط عليها بقدونس وملح وفلفل، ونحط عليها دقيق، نقعد نعجن. اول ما تمسك في بعضها نروح واخدين حته حته ومشكلينها تبقى زي القرص الفلات، نروح حاشينها باللحمه اللي متلجه، نروح مكورينها، نحطها في دقيق، وبعدين نروح حاطينها في البيض، وبعدين نروح حاطينها في البقسماط. التريك في ده ان الزيت لازم يبقى سخن قوي عشان كل حاجه جوه مطبوخه، ومش عايزينها تفرقع في الزيت. هنعمل وصفه التبوله دلوقتي، وهنحط فيها بقدونس عليه، البرغل المنقوع، وطماطم، شويه نعناع فريش، وخدنا لبن رايب جوهينا. هناخد مكعبات الحلوم بتاعتنا ونحطها في خلطة رايب جوهينا، بعدين نروح حاطينه في البقسماط ونحمره بزيت سخن جدا. هناخد عصير جوهينا بيور بالبرتقال، وشوية عصير ليمون فريش، ورشة بابريكا، وشوية ملح، نروح حاطين عليه زيت زيتون، ونروح مقلبين، وبعدين نروح حاطينه على التبولة ونقلب.